السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية مبنى عالي في المنام. رؤية المبنى العالي في المنام يدل على زوال الهموم وعلى كثرة السعادة الكبيرة، كما تدل رؤية مبنى عالي في المنام على تحقيق أهداف المرأة أمانيها الكثيرة، وأيضا يدل على تحقيق الأرزاق الكثيرة. كما تدل رؤية مبنى عالي في المنام على التحاق الرائي بوظيفة جديدة وعلى الأموال الكثيرة التي يكسبها في تجارته. تفسير رؤية مبنى عالي للعزباء. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها رؤية مبنى عالي في المنام، فقد تدل في الرؤية على تحقيق أهدافها وقدوم الأرزاق الكثيرة. كما تدل رؤية مبنى عالي في المنام على زوال همومها والتحاقها بوظيفة جديدة وعمل جيد تنتظر من وقت طويل لالتحاقها به. كذلك قد تدل رؤية مبنى عالي في المنام على التفوق والنجاح الباهر في حياتها وعلى الرقي والتقدم والاستقرار والسفر الكثير. وقد تدل رؤية مبنى عالي في المنام على زواج الفتاة العزباء من رجل أكابر ويحبها وسوف يناسبها كثيرا، وأيضا قد تدل على السعادة. تفسير رؤية مبنى عالي للمتزوجة. إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها رؤية البرج أو مبنى عالي، فيدل ذلك على زوال همومها وعلى تحقيق أهدافها وأمانيها الكثيرة. كما تدل رؤية مبنى عالي في منام المرأة المتزوجة على حملها القريب وزوال الخلافات التي تحدث بينها وبين زوجها. وقد تدل رؤية مبنى عالي في المنام على التحاق أولادها بأفضل تعليم والتحاق زوجها بوظيفة كبيرة ومرموقة، والله أعلم. تفسير رؤية مبنى عالي في المنام للمرأة الحامل. إذا رأت المرأة الحامل في المنام أنها تقوم برؤية مبنى عالي وكبير، فيدل ذلك على زوال الهموم وقدوم الأرزاق الكثيرة. كذلك قد تدل رؤية مبنى عالي في المنام على تيسير أمورها وسهولة ولادتها بمولود معافى من جميع الأمراض. تفسير رؤية مبنى عالي في منام الرجل. رؤية الرجل العازف في منامه مبنى عالي يدل على قدوم السعادة وعلى التقدم لأعلى المستويات العالية. كما تدل رؤية مبنى عالي في المنام للرجل الغير متزوج على زواجه القريب من فتاة صالحة ومتدينة. كذلك قد تدل رؤية مبنى عالي في المنام على زوال الخلافات الزوجية وقدوم الأرزاق الكثيرة والتحاق الرائي بوظيفة جديدة وراقية. وقد تدل رؤية مبنى عالي في المنام للرجل المتزوج على زوال خلافاته التي تحدث، وأيضا زوال الأحزان والهموم الكثيرة، والله أعلم. تفسير رؤية النظر من مكان عالي. رؤية النظر من مكان عالي في المنام للحامل تدل على أنها تنتظر مولودها بعد فترة طويلة من الصبر والاحتياج. ورؤية الوقوف على مبنى عالي والنظر للأرض في المنام هي دلالة على بعض الهموم والمشاكل التي يعاني منها صاحب الرؤية. تفسير رؤية الصعود إلى مكان مرتفع والخوف. رؤية الوقوف فوق سطح عقار عالي والنظر والخوف في المنام يعني أن الرائي سيمر بظروف نفسية صعبة وقاسية. حلم الخوف من السقوط من مكان مرتفع تعتبر من الرؤى الدالة على النجاة من الشر والحفظ من الله. كما تدل رؤية الوقوف فوق مكان مرتفع في الحلم يعني أن صاحب الحلم سوف يتخطى المراحل الصعبة في حياته. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.